زخم دولي كبير وحضور دولي كبير هنا في مدينة السلام شرم الشيخ مع فعاليات كوب 27. والآن نتحدث للسيد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا. صباح النور. صباح الخير يا سيادتك فندم، منورنا في مصر. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المصريين اللي عم بيشاهدونا. أهلا بحضرتك. وحياة أنا سعدت أن يكون بهالبرنامج يوم الصبح لحتى أقول لكل مصري إن شاء الله كل أيام خير. واللي بيرى وبيشوف اليوم اللي عم بيصير بشرم الشيخ من أن أولا أنها محطة أساسية لعقد مؤتمرات، وأنا حضرت عدة مؤتمرات وأقول أنني سعيد جدا بأن أكون بشرم الشيخ من حيث التنظيم والبنى التحتية الكاملة. ثانيا والأمر الأهم، التنظيم هذا المؤتمر بالذات ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، إنه تنظيم ممتاز. يوجد أكثر من 100 رئيس دولة ويوجد أكثر من عشرات أصحاب القرار الدوليين الذين ينتظرون أو ربما لم يزوروا مصر من قبل، وقابلتهم وشاهدتهم وقالوا كم هم حقيقة بقمة السعادة والسرور بوجودهم بمصر الحبيبة. والأمر الثالث هو القيادة المصرية التي تعي أمر البيئة. اليوم رغم كل التحديات اليومية من اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا، نرى أن هذه القيادة مهتمة بالأجيال القادمة، لأن ما نعنيه بالمناخ هو للأجيال القادمة، هو للسنوات القادمة. وبالتالي هذا الأمر هام جدا بأن نخرج من يوميات وننظر إلى العقود القادمة، كيف يمكن أن نحسن البيئة وكيف يمكن أن نتفادى المشاكل البيئية وأن نؤمن الأمن الغذائي الطبيعي. كل هذه بأهمية. فبالتالي ربما تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن أقول لكم بصراحة أنني سعيد وفخور بأن أكون بمصر. وصباح الخير وإن شاء الله كل صباح يا رب. يا رب كل الخير لمصر ولبنان يا رب. سيد نجيب، نعلم طبعا أن معاناة لبنان هي معاناة مضاعفة خلال هذه الفترة. بماذا قدمتم إلى مؤتمر كوب 27 وهل لديكم أي مشروعات؟ في الواقع حضورنا مؤتمرات دولية لكي نثبت أن لبنان دائما دولة موجودة في كل المحافل الدولية ولها كلمتها ولها علاقاتها الدولية، وأيضا خاصة بمؤتمر المناخ. هذا المؤتمر المناخ الثاني الذي أحضره في السنة الماضية من غلاسكو إلى شرم الشيخ، لكي نكون نظهر تماما مدى تعاوننا مع المجتمع الدولي، لأنني أعتقد أن موضوع المناخ ليس موضوع معين لبلد واحد، إنها قصة العالم، الكرة الأرضية كلها دولة واحدة. فلا أحد يعتقد أنه إذا كان في أمر أو انبعاثات معينة في بلد ما هو بمنأى عنها. أننا كلنا يد صحيح. واحدة وكرة صحيح. كرة أرضية واحدة، وعلينا جميعا أن نتعاون على كل دولة أن تقوم بواجباتها، وأيضا أن نتعاون جميعا لكي نعطي الصحة أو المناخ الجيد والصحة الجيدة في الأعوام القادمة للأجيال القادمة. السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.